هذا ميساج للمرتدين، زاد لليهود والمسيحيين. امنا بربي لكن كل واحد فينا عنده دين، لازم نتحاوروا باش نوصلوا لليقين. تسأل يهودي يقولك ديني هو الصحيح، تسأل مسيحي يقولك ديني هو الصحيح. هذاك علاش خويا لازمنا توضيح باش نثبت لك اللي ديني هو الصحيح. مع كامل احترامي لجميع الأديان، الإسلام هو دين الحق وعندي البرهان. أول دليل العجاز في القرآن، كل ما العلم يزيد يتطور كل ما الحقيقة تزيد تبان. الكتاب اللي تنزل عنده 1400 سنة، قبل ما تشكك فيه برا اسأل العلماء. اسأل كيث مور على خلق الإنسان، قوله شنو اللي خلاك تستعرف بكتاب القرآن. اقرأ الكتب وبربش في الاكتشافات، اسأل على الخلاف الجوي وعلى السبع سماوات. علم في جار الكبير، اسأل على البدايات واقرأ الآية 47 من سورة الذاريات. كله موجود في القرآن يا عباد، كيفاش باش يعرف محمد اللي الجبال كي الأوتاد؟ كيفاش تقولوا نبي نكتب الآيات وهو عاش في عصر الجاهلية والظلمات؟ كل موضوعي خويا وخمم مرة بالعقل، نبينا كان أمي ما كانش فما علم قبل. وزيد عمره ما خرج من الجزيرة العربية، كيفاش باش يفهم الضغط الجوي والجاذبية؟ قبل 14 قرن وصف الكون بالتفصيل، خاطر القرآن بلغوله سيدنا جبريل. شهادة قريش رسولنا كان أمين، كان قدوة الخير قبل الوحي والدعوة للدين. نحب نوجه كلامي للمسيحي بالخصوص باش نثبت لك اللي كتابك خويا محرف ومنقوص. التناقض في الإنجيل كان واضح من البداية، 24000 نسخة وكل نسخة تحكي في حكاية. لازمك تعرف خويا القاعدة شنية تقول من فوق، غلطة واحدة في كتاب دين تردو مش موثوق. فما بالك برشا غلاط موجودة في كتابكم، قالوها 32 من أكبر علمائكم. خاطر كان شاك كتابكم على حق وصحيح، رانا لقينا إنجيل واحد من غير حتى تنقيح. خويا كل مرة صريح مادامك تمن بعيسى، مال علاش مقسمين كل واحد تابع كنيسة؟ يا سر تناقضات تشوف بعينيك، كتاب جيمس مش كيما الكتاب اللي عند الكاثوليك. ما تحاولش تبرر وتلصقها في الترجمات، خاطر اللغة عمرها ما تبدل في عدد الآيات. وباش تتأكد اللي الإنجيل تعرض للتدليس، علاش في الصفحة الأولى تلقى وفقا للقديس مطى لوقا مرقس ولا وفقا ليوحنا؟ لمن كان بالإنجيل اللي وفقا لعيسى تهنا؟ خويا استنى شوف التناقض لي في الكتاب، مرة مسيح الأمن ومرة تقولوا عنده أنساب. بعد ما سميته 66 اسم الأجداد، ياخي مش قلتوا ولد ربي فسروني عباد؟ حلوا مع بعضنا الإنجيل قبل النقاش، نقروا سفر يوحنا من جزء 3 ل 16. استغفر الله مكتوبة باللي ربي ولد المسيح، وبعد شي تقول كتاب الإنجيل هو صحيح؟ ما تحكيش بالمعتقد أعطيني سند، مادام تشكك في اللي ربي لم يلد ولم يولد وزدتوا شركتوا بيه. ما آمنتوش بالتوحيد، آمنتوا بربي والروح القدس وابنه الوحيد. يعني المسيح هو إله بالنسبة ليكم، رغم اللي هو تعلق على الصليب قدام عينيكم. هذاك علاش انحبك تفيق من نوم، مادام اليهود طلعوا أقوى من إلهكم المزعوم. استغفر الله خاطر سيدنا عيسى كان رسول مش إله خويا كيما أنت تقول. أقرأ يوحنا الجزء 28، قال لكم معجزاتي كل بفضل رب العالمين. وزيد برشا كلام ما يتقالش بكتاب دين، كيما اللي في إيزيخيال الجزء 23. نتحداك تقراها قدام والديك، استغفر الله تكون واحد يوسف في فيلم ايروتيك. كلام نتحدى بيه اي نصراوي في العالم، عيني عينك ولا تكياني دعوة لجنس المحارم. وعلاش في برشا نسخ عملوا لها تنقيح؟ اسألوا شرشي وحدك تلقى باللي كلامي كله صحيح. حكيت مع النصارى توا مع اليهود باش نثبت لك للتحريف في كتاب التوراة موجود. نرجع بيك 14 قرن قبل الميلاد، وين بلغ سيدنا موسى رسالة من خالق للعباد؟ سيدنا كان يتكلم بالهيروغليفية، هذا قبل بمية سنة من اللي باش تطلع اللغة العبرية. سؤال يطرح نفسه بقى من غير إجابة، وين كتاب نبينا موسى اللي باللغة الأصلية؟ نتحداك أرجع الأرشيف وتاريخ اليهود، اسأل على التوراة الأصلي خويا تو تلقاه مفقود. الكتاب اللي في جيك فيها حكايات منفوقة، خاطرو لم ترجمات من مصادر مش موثوقة. خاطرو جمع برشا روايات، وقت اللي تكتب تلقى فيه برشا كلام لسيدنا موسى تنسب. حل عينيك على الحقيقة قبل ما تقول لي راك تخرف، مادام ما فماش الأصل ديزولي كتابك محرف.
تحريف في المضمون ياسر اختيره من اللي كان محرم حللته الحم الخنزير من اللي كانت تلاقى حرام تحرف هو الاحلام سيبغي فما صفار اصحاح اما صدقني قلال نعرف اللي من داخل تخاف للحقيقه تبان سيختو كي تسمع تيرافات عالمكم سلمان لازم تسمع لديانة احكيت بالدليل كلابكم ياسر متناقض اكثر حتى من الانجيل حلوا التورات نقروا سفر التكوين كانت حب تبع معايا نوريك التناقض فينا بداو بتاريخ خلق الشمس بالنار مكتوبة مرة نهار الاول ومرة رابع نهار ويقول لك في اليوم الخامس اتخلقوا الحيوانات وسيدنا ادم اخلق في سادس ليامات والتناقض يظهر في نفس الآية قل لك آدم تخلق قبل الحيوانات والنبات خويا كون موضوعي خلي الحق يبان فما كتابة صح من كتابك اسمه كتاب القرآن آخر كتابة تنزل وما فيهوش أخلاط يمن كان برب واحد ومن غير تناقضات جرب اقراه وتعرف قيمته كمام 365 مرة ذكرت كلمة ليال لا تقولي صدف لا تقولي مفارقات خاطر السبعة سماوات تذكروا سبعة مرات 167 مرة ذكرت كلمة الحسنات 167 مرة ذكرت كلمة السيئات 50 ذكر للناس 50 ذكر للأنبياء 24 للرجال 24 للنساء بل 14 قرن عاش في المدينة المنورة قولي كيفاش باش يعرف نبينا للأرض مدورة كيفاش باش يعرف الخلاف الجوي في السماء أقرأ الآية 32 من سورة الأنبياء حب نوجه كلامي للي ارتدوا من الإسلام شاف في بالك وقت اللي صلي تتنحى لي بخبلام نو الدنيا امتحان وربي ابتلاك لازم تسعى لليقين بكل ما أتاك نورمال موت تحمد ربي كونك تشرب وتاكل ما تبرر ليش خاطر كلنا عنا مشاكل منتي خرجت من الملة خويا وبعد دينك مالكي نعمة الإسلام كانت قدام عينك نحبك تقف نهار وحدي قدام المراية تفكر الأدلة لعطيتهم لك بالآية بالآية اسأل روحك علش الإسلام بالذات مكروه علش لي غني عدينا عمرهم ما يعدوه لازم تتذكر اقبل ما تشكك فيه اللي الاسلام هو اكثر دين تعرض للتشويه بل ما تحكم عليه اقرا ايه من اياته ما تخليش تفكيرك مربوط بالناس اللي سبات نعرف اللي دينكم يستحق كل تقدير فيه دعوة للأحسان للتسامح والخير لا أكرهها في الدين لاني متعصب لا متطرف نخاف عليك تربط حياتك بكتاب محرف دينا وصانا باش نكونوا شرفاء ما تكون مسلم كان ما تمن ببقية الأنبياء ما تكون مسلم كان ما تحترم بقية الأديان ذاك علاش حكيت معاكم بالحجة والبرهان خاطر كان باش نحكوا على القرآن في حد ذاته نهار كامل ما يكفيش باش نحكي على معجزاته عطيتك شوية أدلة إن شاء الله يكونوا كافين تيتر هذا ميساج ليك وزاد للمسلمين خاطر ما نكذبش عليك وصلت فترة شكيت قلت شنو الضامن اللي أنا في الدين صحيح مشيت ما كي شرشيت الحمد لله تيقنت الإسلام هو دين الحق اللي به آمنت اللي به آمنت أوكي جيتو أنا من فوش أنا سيتي